يشترون الصمت بالمال أو يأخذونه بالقوة. كيف تؤسس السعودية لتثبيت حكمها داخلياً والحفاظ على سمعتها عالمية؟ نشأت الدولة السعودية عام 1932، وتعود تسميتها نسبة إلى عائلة آل سعود التي تحكم أكبر مساحة من الأراضي في شبه الجزيرة العربية منذ ما يزيد على 100 عام. صمد الحكم في السعودية حتى يومنا هذا، فبينما كان الملوك يتساقطون في الدول العربية المجاورة ثم اشتعال حروب وثورات على مدار أكثر من نصف قرن، ظلت السعودية مستقرة وكأنها في عالم مختلف. فكيف صمدت المملكة؟ مرحباً بالمال. بدأ ضخ النفط في السعودية عام 1938 ليفتتح آل سعود البدو المحظوظون عهد الدولة الغنية التي ستعتمد 90% من صادراتها على النفط. أموال طائلة ستكون كفيلة ببناء أعمدة النظام السعودي. عماد العائلة. تحكم السعودية بنظام أوليغارشي أساسه العائلة، أمراء يتجاوز عددهم 7000، توزع أرفع المناصب السيادية في الدولة عليهم، وخصوصاً في ذرية حصة الصديري الزوجة المحبوبة للملك المؤسس. هؤلاء يحصلون على امتيازات خيالية، يتقاسمون حصص البترول ويستلمون رواتب شهرية قد تصل ل 270 ألف دولار للشخص الواحد. في عام 1996 صرفت السعودية 2 مليار دولار كمخصصات لأمراء سعوديين. وقتها كانت ميزانية الدولة بأسرها لا تتجاوز 40 مليار دولار، كما أن إيرادات 1 مليون برميل من النفط يومياً تذهب بالكامل لخمسة أو ستة أمراء. ومع دستور غير مكتوب ووجود نظام أساسي فقط تمت كتابته عام 1992، تبقى الشرعية السياسية مرهونة بتفسيرات رجال الدين الذين يمثلون العماد الثاني في السلطة، عماد المؤسسة الدينية. يلعب رجال الدين السلفيون دوراً مهماً في نظام الحكم السعودي، يتمثل في توفير الإطار الشرعي والأيديولوجي لممارسات الحكم داخلياً، وهي حالة قديمة تعود إلى التحالف التاريخي ما بين محمد عبد الوهاب ومحمد بن سعود في القرن 18 عند قيام الدولة السعودية الأولى. بدأت القصة مع هيئة كبار العلماء كمؤسسة متكاملة تتخذ قرارها بالإجماع، ثم تحولت إلى مسمى سماحة المفتي. والتاريخ يعيد نفسه، فقد عادت الشراكة القديمة ما بين آل سعود وآل شيخ عبد الوهاب الذين حصلوا على مناصب رفيعة بالدولة، لكن مع نهج تحييد المؤسسة الدينية وصل الأمر حتى آل الشيخ أنفسهم، فقد أعفي عبد العزيز آل الشيخ من خطبة عرفة عام 2017. شراء ولاء الشعب. منذ سبعينيات القرن الماضي عاش السعوديون رفاهاً كبيراً قادهم إلى النفور من الاشتغال بالسياسة، علاوة على أن الطبيعة القبلية المحافظة للمجتمع ستعمل على خلق حالة طاعة للقيادات التقليدية مثل شيوخ القبائل والأمراء والملوك. مع اندلاع ثورات الربيع العربية عام 2011 صرفت الخزينة السعودية هدايا للشعب تصل قيمتها ل 37 مليار دولار، وذلك خوفاً من انتقال عدوى الربيع العربي إلى المملكة. واستثمرت السعودية في فكرة ابتعاث الطلاب السعوديين بكلفة بلغت 6 مليارات دولار عام 2011. وفي البلد الذي يحكمه الأمراء يصبح المقربون من الأمير شركاء له وحيتان تجارية تدين له بالولاء والطاعة. تصنف السعودية على أنها 7 أكثر بلدان العالم استبداداً، ونهج القمع فيها قديم يقوده جهاز الجيش أثناء الأحداث الكبيرة مثل حادثة السيطرة على الحرم المكي من قبل جهيمان العتيبي عام 1979. لكن يبقى الدور الأكبر منوطاً بوزارة الداخلية وأجهزتها، وهناك الحرس الوطني السعودي الذي يعد الجهاز الأمني الأقوى في المملكة منذ تحويله إلى وزارة مستقلة عام 2014. لكن جهاز أمن الدولة الذي تأسس عام 2017 يرجح أن يصبح أقوى أجهزة القمع في دولة آل سعود، ويخضع لسيطرة الملك مباشرة. كان هذا داخل السعودية، فماذا عن خارجها؟ تحارب السعودية أي شكل من أشكال التغيير في الأقليم، فقد واجهت المادة العروبية منذ أيام الشريف حسين وحتى صعود جمال عبد الناصر ومعمر القذافي وصدام حسين وحافظ الأسد. ومنذ عام 1979 أصبحت إيران العدو اللدود مع صعود ما يسمى بالثورة الإسلامية، وبذلك لم يكن مفاجئاً وقوفها ضد ثورات الربيع العربي التي مثلت أكبر التهديدات للمملكة في القرن 21. أما دولياً
فيهم السعودية تحسين سمعتها. درج حكام السعودية على تمثيل أنفسهم وكأنهم زعماء متحررون من القيود الدينية. احتسى الملك فهد والملك عبدالله الخمر أمام الكاميرات، كما ارتدى فهد قلادة عليها شعار الصليب في بريطانيا قبل أن يلقب نفسه رسمياً بخادم الحرمين الشريفين. ولا يزال هذا النهج متبعاً مع محمد بن سلمان الذي يصر على تغيير أنماط حياة السعوديين أنفسهم، إذ أدخل للمرة الأولى مظاهر الاختلاط بين الجنسين في احتفالات غنائية داخل أراضي المملكة، ثم سمح للمرأة بقيادة السيارة وزاد بتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فوق ذلك تنفق السعودية 18 مليون دولار على أعمال اللوبي في الولايات المتحدة، كما تتبع أساليب التحييد والاحتواء ثم المواجهة في التعامل مع الصحافة العربية والعالمية. فهي تدفع الأموال وتمارس الضغط على مؤسسات الإعلام، إما لعدم ذكر المملكة بسوء وهو ما يسمى التحييد، أو للثناء على المملكة وتسويق خطابها وهو ما يسمى الاحتواء، كما حدث مع قناة أم تي في اللبنانية التي حصلت على دعم سعودي يقدر بمليوني دولار عام 2012. لكن عندما لا ينفع المال أو الضغط على مؤسسة ما، فالخيار الأمثل هو المواجهة، كما حدث مع شبكة الجزيرة ومواقع مستقلة مثل هاف بوست عربي التي حجبت داخل المملكة عام 2017. وفي مفارقة عجيبة تقوم السعودية باستقبال الصحفيين في سجون تعرف بأنها مكان لإعدام العشرات، وتظهرها كما لو أنها مكان ملائكي للخارجين عن القانون. أعمدة السعودية تهتز، فمؤسستها الدينية تتقلص صلاحياتها، والشعب لم يعد في الرفاه القديم، كما أن العائلة الحاكمة لم تعد متماسكة. فبعد حكم 6 ملوك من أبناء عبد العزيز، سيكون الملك القادم من قائمة الأحفاد وهو محمد بن سلمان، الذي أحدث زلزالاً في بيت آل سعود مع انقلابه على ابن عمه محمد بن نايف، ثم عزل ابن عمه الآخر متعب بن عبد العزيز من رئاسة الحرس الوطني. قرارات ستعزز حالة الغضب والنفور لدى الجيل القديم بالعائلة الحاكمة. يحدث ذلك بينما تصرف السعودية في عهد بن سلمان جل اهتمامها على السمعة الخارجية لإظهار الحكم المستمر لما يقرب من 100 عام، كما لو أنه المدافع الشرس عن نموذج الحياة الغربية في مواجهة الرجعية الدينية. فهل تكفي السعودية سمعتها الخارجية لاستمرار ما بناه عبد العزيز آل سعود؟